فاز وزير النقل الأسبق هاني ضاحي بمنصب نقيب المهندسين بعد انتهاء جولة الإعادة على مقعد النقيب مع طارق النبراوي النقيب السابق. وقد حصل ضاحي على نسبة تصويت بلغت 56%، بينما حصل النبراوي على 46% من إجمالي الأصوات المشاركة في تلك الانتخابات. أذا وكانت الجولة الثانية من الانتخابات قد انتهت بحصول هاني ضاحي على 12,445 صوتاً.